السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نضيف كاميرا للمشهد بتاعنا. فجينا بقول له انا عايز كاميرا واشوف المكان اللي انا هقف فيه، وهبص اللي فين بالشكل دوت، بظهر لي الحاجة بالشكل دوت. طبعا اقدر اغيرها مثلا رياليستيك، تمام، في الاصدار 2020.2 في امر فلاي تقدر تغير الاتجاه بتاع الكاميرا بالشكل دوت بكل سهولة. طبعا ممكن نغيرها من ميكانيكال لاركتكتشر او ستراكشرال زي ما احنا عايزين. نقدر نغير الاوفست قد ايه، اللي هي المسافه اللي هشوف لحد عندها. الاي اليفيشن، انت واقف على ارتفاع كام، الكاميرا واقفه على ارتفاع كام، والتارجت على ارتفاع كام. انا ممكن اخليه 1.8 بالشكل دوت، وكانك بصت لقدام على طول بالشكل دوت. تقدر تغيرها من برسبكتيف لورسو، بس الاورسو ساعتها هتختفي معاك حاجة، حتة الفلاي ديت تقدر تغيرها، ترجع حتة الاسبكتيف بالشكل دوت. وتقدر من تعمل زوم زي ما انت عايز،